flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشتركين وعاشقين قناه التيكي تاكا. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تحليلات الدوريات الاوروبيه والعالميه. مباراه النهارده عندنا مباراه النهارده في الليغا الاسبانيه في الاسبوع ال 33 من الليغا الاسبانيه. وخلاص بقى الليغا الاسبانيه دخلت في المراحل والاسابيع الاخيره والحسم بقى للقب اللي هيفضل زي ما انا شرحت في فيديوهاتي السابقه ان الصراع هيفضل موجود ما بين برشلونه وما بين ريال مدريد. فداخل بقى احداث هذا اللقاء كيكي سيتي ان هو مش عايز يذكر بنات كتير. خلاص المباراه اللي فاتت مع سالتا فيجو اتعادل 2-2, فداخل هذا اللقاء عايز يكسب عايز يفوز, لان اي خساره خلاص هتضيع لذته وفرحه الدوري الاسباني. فبالتالي داخل هذا اللقاء مش عايز يضيع بنات كتير. ديجو سيميوني داخل احداث هذا اللقاء وهو عايز يعمل مفاجاه. واحد هيسالني هيقول لي طيب عايز يعمل مفاجاه ازاي, هقول له لا, ان ديجو سيميوني واجه برشلونه قبل كده 23 مباراه ما قدرش ان هو يفوز على نادي برشلونه في ولا لقاء من 23 اللي فاتوا, الا بس ان هو كسب 3 ماتشات بس كانوا مش بعيد عن الليغا الاسبانيه. قدر ان هو يفوز في التشامبيونز ليج وقدر ان هو يفوز بالسوبر الاوروبي, ولكن في الليغا الاسبانيه ما قدرش ان هو يفوز دييجو سيميوني. ولكن دييجو سيميوني انا عايز اتكلم عنه, انا بحبه على المستوى الشخصي, كوتش كبير, كوتش محنك, بيعرف يتعامل مع الماتشات الكبيره, بيعرف يديرها. شفناه في السيزون ده كله مع اتلتيكو مدريد قدر لا عامل نتائج, عامل شغل, في بصمه منه في الاداء, عينه حلوه. طلع منه دييجو جودين السنه اللي فاتت, قدر ان هو يجيب فليبي السنه دي, طلع منه فليبي لاوز السنه اللي فاتت, قدر ان هو يجيب رودي السنه دي. لا كوتش بيعرف يدير المنظومه, بيعرف يدير الفرقه, وقاعد مصحصح في اللقاء. شفناه السنه دي وقدرته مع يورجن كلوب في ماتش ليفربول في تشامبيونز ليج, وقدر ان هو هوم اند واي ان هو يقدر ان هو يخلص على يورجن كلوب ويخلص على ليفربول. ولكن بندي يعني جميل ليفربول هتزعل مننا, بندي له العذر السنه دي. نادي ليفربول السنه دي مركز اكتر وحاطط كل تركيزه كلعيبه وجماهير وجاسفاني وكل الجماهير حاطة تركيزه السنه دي على البريمير ليج, وقدر ليفربول ان هو ينهي البريمير ليج لصالحه. فبالتالي سيميوني قدر ان هو يخلص اللقاء هوم اند واي لصالحه. فلا محنك كوتش انا بحبه على المستوى الصحيح, بيعرف يدير اللقاءات, كوتش محنك. خلينا نشوف جدول الفرقتين قبل احداث هذا اللقاء. بيحتل برشلونه المركز الثاني برصيد 69 نقطه, بينما اتلتيكو مدريد بيحتل المركز الثالث برصيد 58 نقطه. بعد ما شفنا الجدول شفنا موقف كل فريق, يلا بينا نروح على الوايت بورد نشوف تشكيل وخطه كل فريق. إيكي سيتيان دخل احداث هذا اللقاء بطريقه 4-4-2, ديرشتيجن في حراسه المرمى, قدامه 2 سنتر باك بيكي ولانجري, ناحيه الشمال البا, ناحيه اليمين سيميدو, قدامه 2 سنتر ميدل ريكيتش وبوسكويتس, ناحيه اليمين ارتور فيدال, ناحيه الشمال ريكي بوغ, 2 سترايكر ميسي وسواريز. ديجا سيميوني دخل احداث اللقاء بنفس الطريقه 4-4-2, جون اوبلاك في حراسه المرمى, قدامه 2 سنتر باك خيمينيز واغوستو, ناحيه الشمال لودي, ناحيه الشمين ارياس, 2 سنتر ميدل توماس بارتي وشاول, ناحيه اليمين يورينتي, ناحيه الشمال كاراسكو, 2 سترايكر كوريا وكوستا. الشوط الاول ابتدت احداث الشوط الاول نادي برشلونه زي ما شفنا على الورق ان هو بيلعب بطريقه 4-4-2, ولكن في احداث هذا اللقاء شفنا تريكه حصلت من كيكي سيتيان في احداث هذا اللقاء, ان احنا شفنا انتشار واللعيبه كان بطريقه مختلفه. يلا بينا نروح على الوايت بورد ونشوف الانتشار كان عامل ازاي في احداث الشوط الاول لنادي برشلونه. على الورق دخل كيكي سيتيان احداث هذا اللقاء بطريقه 4-4-2, ولكن مع بدايه مجريات احداث اللقاء فوجئنا بتغيير في طريقه اللعب الى 3-4-3 زي ما هنشوف مع بعض على الوايت بورد. ان هو لعب بثلاثه سنتر باك, ان هو لعب بلانجلي كاليبرو وعلى يمينه كابيكي, وجاب فجاه راكتيتش ان هو كمساك ثالث, ولعب رايت ليفت البا وكوينج رايت كسيميدو, ولعب باثنين سنتر ميدل بيسكويتس وريكي بوغ, ولعب بارتوري فيدال تحت راسين الحربه كان ميسي وسواريز. زي ما شرحنا على الوايت بورد نادي برشلونه كان بيلعب بطريقه 3-4-3, وهنا عايز اسال كيكي سيتي انت ليه بتغير في احداث هذا اللقاء 3 طول السيزون بتلعب بطريقه 4-3-3 او بتلعب بطريقه 4-1-4-1 داخل هذا اللقاء, ماتش كبير, ماتش قمه, بتلعب ضد اتلتيكو مدريد, ماتش زي ما بيقولوا تكسير عظام وماتش قوي, ليه بتغير طريقه لعبك انا عايز اسال كيكي سيتي ليه عملت كده. بس خلينا نشوف هل هتنجح طريقته, وفاجئ عايز يفاجئ يمكن
دييجو سيميوني، فخلينا نشوف هل هيفاجئوا ولا ايه اللي هيحصل في احداث الفلقاء في الشوط الاول. ابتدى احداث الشوط الاول وكان ماتش سريع في البدايه، وكان في هجمه هنا وهجمه هنا، ولكن بسرعه بقى بسرعه في الدقيقه 11 كان في كورنر لصالح ميسي يلعبها، واو حلو قوي، هو اللي بيلعب الضربات الثابته وهو المخصص في فرقه نادي برشلونه، وقدر ان هو يلعب كره حلوه قوي، وكانت غلطه من دييجو كوستا قاتله تقلش من الهيدز بتاعته وبالتالي تخش الهدف الاول، صعبه جدا على الاوبلاك ان هو يعملها اي حاجه، وبكده يحرز نادي برشلونه بسرعه جدا الهدف الاول اللي اربك دييجو سيميوني. وهيعمل بقى ايه دييجو سيميوني وهيعيد ترتيب خطوطه ازاي؟ ده اللي هنشوفه. بعدها على طول في الدقيقه 15 كاراسكو اللي هو بعتبره واحد من مان اوف ذا ماتش في احداث هذا اللقاء، قدر ان هو يتوغل في ظهر السيميدو اللي هو كان فاتح شارع ناحيه اليمين، وكانش بيغطي خالص بيكي وراه، فقدر كراسكو ان هو يخش وبالتالي جوه منطقه الجزاء، ويخش ارتورو فيدال اللي عمل كومباكت ببطء جدا ما قدرش ان هو يلحق كراسكو ويعمل بيلانتيز لصالح فرقه اتلتيكو مدريد، وبيخش دييجو كوستا المتخصص بقى في الركلات الثابته بتاعه فرقه اتلتيكو مدريد، ولكن يصدها دير شتيجن، ولكن بقى الفار بيتدخل هنا وبيقول لازم نعيد اللقاء لان دير شتيجن يعني اتحرك قبل ما ضربه الجزاء والبينالتيز تتلعب، ودخل بعد كده غير بقى بعد ما ضاعت غير سيميوني، قال لا خلاص شاقول يخش هو اللي يلعب الضربه، ولعبها حلو قوي شاقول على شمال دير شتيجن، ودير شتيجن يتحرك على اليمين، وبكده يحرز نادي اتلتيكو مدريد الهدف الاول وتصبح النتيجه 1-1. فضلت احداث اللقاء في وسط الملعب محصوره، ولكن هنا شفنا خطوره بقى من دييجو سيميوني ان هو كان بيلعب عن طريق كراسكو، كان بيلعب عن طريق يورينتي ناحيه اليمين، وهنا لازم اسال كيكي سيتيان انت غيرت طريقه لعبك وتلعب الثلاثه، عايز تقفل السرعات اللي موجوده على ناحيه الشمال عن طريق كراسكو وعن طريق يورينتي، ليه بتلعب راكيتيتش؟ ليه انت فاجئتنا ان انت بتلعب راكيتيتش كسنتر باك ناحيه الشمال؟ طب انت عندك اونتيتي بره، طب ما تنزل اونتيتي في الحته دي، وفي نص الملعب انت دخلت بوج ما شفنا يعني كان لعيب صغير لسه ما فيش خبرات عنده في الماتشات الكبيره دي، كنت دخلت راكيتيتش في قلب الملعب، وبالتالي انت كده عملت توازن، لو انت عايز تغير طريقه لعبك وانا ما بفضلش انك تغير طريقه لعبك ماتش كبير تغير طريقه لعبك ليه، ولكن يعني شفنا كراسكو كان بيتحرك حلو قوي، يورينتي كان بيتحرك حلو قوي بسرعه، قدروا ان هم يعملوا خطوره على فريق برشلونه كذا مره، ولكن ما كانش في انسجام ما بينهم ومع دييجو كوستا اللي هو لسه ما شفناهوش لسه، يعني هو مستواه بيزيد ولكن في احداث هذا اللقاء ما شفناهوش خالص دييجو كوستا. كده ينتهي احداث الشوط الاول بالنتيجه 1-1. فخلينا نشوف هيعمل ايه دييجو سيميوني، عنده مشاكل كتير قوي كيكي سيتيان في احداث الشوط الاول وتغيير طريقه اللعب بدون لزوم بدون داعي، ليه عملت كده؟ فلكن هنا ده هيخلي دييجو سيميوني يطمع في احداث الشوط الثاني وينزل عنده اوراق بره رابحه كتير حلوه جدا، عنده نيمار عنده فيتولو عنده موراتا يقدر ان هو يلعب عليهم ويغير احداث نتيجه الشوط الثاني. الشوط الثاني ابتدى احداث الشوط الثاني بسرعه جدا، مش عارف يعني بتنزل فرقه اتلتيكو مدريد من بدايه اللقاء ما كانتش مركزه، خطفوهم برشلونه بهدف، الشوط الثاني نزل برده مش مركزين خطفهم اتلتيكو برشلونه بركله جزاء عن طريق سميدو اللي هو ده دخل ناحيه اليمين، وفليبي ان هو عرقله جوه منطقه الجزاء وقدر ان هو يحضر على بينالتيز، يخش طبعا ليونيل ميسي يلعبها بطريقه حلوه قوي على طريقه بانينكا ويعمل شيبنج جميل في وسط الجون وتبقى صعبه على ديرشتيج ان هو يجيبها، وبالتالي يحرز فريق برشلونه الهدف الثاني وتصبح النتيجه 2-1. على طول دييجو سيميوني بيعرف يفوق فرقته يفوق لعبته بعد احداث الهدف الثاني، فقدر ان هو عن طريق الكاونتر اتاك اللي بيلعبه عن طريق كراسكو وعن طريق ليورينتي ان هو قدر كراسكو ان هو يخش في ظهر السيميدو ويحصل على ركله جزاء، يقدر ان هو بعد كده يخش اقول ان هو يشوتها، وكانت يعني كان هيجيبها دير شتيجن على شماله ولكن كانت ارضيه فصعبه جدا على ما نزل دير شتيجن وحاول ان هو يجيبها ولكن كانت صعبه جدا عليه، وبكده يحرز نادي اتلتيكو مدريد الهدف الثاني وبتصبح النتيجه 2-2. هنا لازم اتكلم على كيكي سيتيان، كيكي سيتيان اداره ولا اسوأ في احداث هذا اللقاء، تغييراته كلها متاخره، نزل زي ما شفنا سيرجيو روبرتو ما عملش اي حاجه في وسط الملعب، طب انت نزلت سيرجيو روبرتو، طب فاتي قاعد بره بيعمل ايه؟ جريزمان قاعد بره بيعمل ايه؟ منزله في الدقيقه 85 ومنزله في الدقيقه 89، طب انت فرقه بتلعب على الليجا الاسبانيه ازاي؟ فرقه ما فيش حماس، واقف بره الخط، ما فيش اداره فنيه، ما فيش حماس، مش قادر يعمل حاجه، الفرقه زي ما تحس الخطوط كلها بعيده عن بعضها، مش قادر يربط الدنيا مع بعضها، لا لا اداره ولا اسوأ من كيكي سيتيان في احداث هذا اللقاء.
يعني انت موجود بره فتيه، طب نزل فتيه يلعب ويساعد جوردي البا في ناحيه الشمال، يعني مش عارف كيك سيتيان يعني وصل وهيوصل فرقه برشلونه لحد فين. يعني انا خلاص يعني اصبح يعني بوجهه نظري الشخصيه ان لقب الليغا الاسبانيه قاب قوسين او ادنى ان هو يروح صالح فرقه ريال مدريد والصالح زين الدين زيدان اللي عامل شغل حلو قوي السنه دي. على العكس قدر سيميون ان هو يدير احداث اللقاء وينزل فيتولو وينزل جواو فيليكس وينزل موراتا اللي عامله خطوره كبيره جدا في ظهر وفرقه نادي برشلونه اللي هي سحبت بقى نفسها خلاص وعايزه تكسب وعايزه تخلص اللقاء عشان ما تفقدش نقطتين في صراع على ليجا الاسبانيه. ولكن الكاونتر اتاك الجميل اللي كان بيعمله سيميوني وهو دي خطته، هي طريقته، هي اسلوبه، هي فلسفته، هي دي اللي بيعمله ديجو سيميوني ان هو بيحب ان هو يامن ورا وبيلعب على الكاونتر اتاك. عنده لعيبه حلوه قوي بتنقل الكوره لقدام، عنده توماس بارتي، عنده شاؤول بيستلموا في وسط الملعب وبيقدروا ان هو يحركوا الجبهات سواء ناحيه الشمال او ناحيه اليمين. وطلع كراسكو اللي هو بيعتبره واحد من نجوم اللقاء اللي كان بيقدر يستلم ويسحب فرقه اتلتيكو مدريد لقدام في ظهر باكات نادي برشلونه سواء بيكي او سواء لانجلي. كان متحرك جدا كراسكو سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، بس كان مركز اكتر ناحيه الشمال. ويعني انا بحيي سيميوني على ادارته في هذا اللقاء. بينتهي احداث اللقاء 2-2 بين برشلونه وبين اتلتيكو مدريد على ملعب الكامب نو. وهنا لازم احيي ديجو سيميوني على ذكائه وعلى فطنته في اداره هذا اللقاء، وبعيب قاتل يعني على كيك سيتيان اداره ولا اسوأ لاداره اللقاء. وبيستمر الاداء الهزيل وبيستمر المباريات السيئه جدا لكيك سيتيان وادارته الفنيه. انت كوتش مش عارف يعني انا مش عارف اقول ايه، لان انا لو اتكلمت هزعل جماهير نادي برشلونه على اللي بيعمله كيك سيتيان في الفرقه. وهنا لازم يعني اشكر سيميوني على ادارته الجميله لاحداث هذا اللقاء. وبكده يظل فريق نادي برشلونه في المركز الثاني، وبيفرق ريال مدريد فرق نقطه. لسه ريال مدريد عنده مباراه القادمه مع ختافي، اعتقد لا ريال مدريد هيخلص اللقاء وبدار زين الدين زيدان للمباريات. فخلينا نشوف المباريات القادمه والحماس اللي موجود في الليغا الاسبانيه. بس ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده وتحليلنا لهذا اللقاء. كان معكم احمد السيد. لو انت لسه ما عملتش لايك للفيديو انزل اعمل لايك للفيديو، لسه مش مشترك انزل اعمل سبسكرايب للقناه عشان يجي لك كل جديد من تحليلاتي لفيديوهات الدوريات الاوروبيه والعالميه. وفي الختام سلام.